وصباح الخير عليكم يا بنات، رجع لكم النهاردة في فيديو جديد، فيديو مشتريات برضو، بس النهاردة المشتريات مشتريات للمطبخ. تعالوا بقى شوفوا معايا انا جبت ايه وهستخدمه ازاي وجبته منين وايه الاسعار، كل حاجة هعرفها لكم في الفيديو ده. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسوش لايك سبسكرايب، ادعموا القناة يا بنات عشان تكبر بيكم، وتابعوني. يلا يا بنات نبدأ الفيديو. بصوا يا بنات، ده اول حاجة انا جبتها اهي، دي طقم 5 قطع من البلاستيك. حسيت ان انا لازم يكون عندي حاجة زي دي في مطبخي، كل اللي عندي دايما من البلاستيكات اللي هي بتبقى البلاستيكات اللي ليها غطا، بتبقى اصغر من دي، مش بتاخد معايا اي مثلا عجين او كده، فما بقدرش ان انا اعجن فيها، فحسيت ان انا محتاجه حاجه زي دي. هوريها لكم دلوقتي واقول لكم ايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش. طبعا دي اصغر واحده اهي، دي اصغر واحده خالص، هي صغيره خالص يعني ما بتاخدش حاجه الا لو حاجات مثلا طبيخ عندي فاضل او كده. عندي دي، بصوا يا بنات، في هنا خدش فيها، هي طبعا البلاستيك مش من النوع الجيد قوي يعني، فهحاول شوية ابعد فيه عن تخزين الطعام. كمان في دي، بصوا يا بنات ما عجبنيش ايه، لو هتلاحظوا كده في الاضاءة فيها، من شايفين من هنا فيها حاجات زي الخروم كده، فاتوقع ده اكيد عيب تصنيع يعني، فبرضه دي حاجة تانية ما عجبتنيش فيها. دي لا دي كويسة، بس شايفين برضو القاع يعني، شوية البلاستيك من القاع خفيف. دي اقوى واحدة تقريبا يعني، هي اللي هي دي اكبر واحدة واعمق واحدة يعني، تقريبا حلوة الفكرة ان انا اكون بعجن عجين مثلا محتاجة له يعني، محتاجة له حاجة او وعاء عميق ويكون واسع في نفس الوقت ويريحني، فاكيد ساعتها هفكر ان انا استخدم الوعاء ده. بشكل عام بالنسبة لسعرهم هم كويسين، بالنسبة لسعرهم هم كويسين زي ما انا قلت لكم، ولكن انا برضو هبعد فيهم عن ان انا اخزن فيهم اكل او ان انا اعمل فيهم حاجات سخنة، تجنبا لاضرارهم. فده كان اول حاجة معايا. تاني حاجة معايا بنات، وهي المكاييل دي. المكاييل دي انا متعودة دايما اني لما اشوف المكاييل الصغيرة اللي تحت دي، اللي هما ال4 مكاييل دول، ف يعني دايما مش بلاقي دول كلهم مع بعض، فجبتهم بصراحة عجبوني قوي، وسعرهم كان 750 فلس. طبعا انا نسيت اقول لكم في بداية الفيديو ان انا جبت كل الحاجات دي من سوق المعلم اللي موجود عندنا في العقيلة في مجمع نواخدة 1، موجود في الدور الثاني. انا طلعت وهم مش عاملين عروض ولا حاجة، هي دي اسعارهم. فانا لقيت ده عندهم عجبني جدا، طبعا هو صيني اهو، شايفين مكتوب عليه Made in China اهي، تمام. عجبتني الجودة شوية يعني، الجودة ما هوش البلاستيك الرديء او الخفيف اللي هينكسر، فعجبتني قوي جبتها. وعجبني كمان فكرة ان انا اقدر اعلقها في المطبخ من هنا، موجود اهو، موجود عليها ان هي 8 قطع للقياس، اكواب و معالق للقياس، تمام. وده كان تاني حاجة انا اشتريتها يا بنات، طبعا ما كانش عندي منها خالص، فحبيت اني اجيبها لاني بعمل حاجات كتير احيانا لو اتبع وصفة تكتب مثلا بالملي وانا ما عنديش حاجة اسميها بالملي، فبتلخبط بصراحة، فدي كانت كويسة قوي بالنسبة لي. برضو يا بنات جبت دي، انا كانت بتاعتي اتحرقت يعني، انا ولادي ما شاء الله عليهم شطار قوي، دايما بيحرقوا لي الحاجات الخشب يعني، مثلا لو دخلوا ورايا المطبخ او حاجه عادي جدا يلعبوا في اغراض اللي جنبي ويحطوها ناحيه النار، يعني بيحاولوا يستكشفوا النار بتعمل فيها ايه، فانا بحاول دايما ان اخليهم يعني بعاد عن الخطر ده، سوري على صوت ابني. فجبت دي برضو، لقيتها موجودة عندهم، نازل عليها عرض، اتوقع كانت برضو ب750 فلس تقريبا الاربعة. كان في زيها بس يعني من تحت من هنا مثلا يعني، عاملينها من تحت مثلا لون اخضر، وعاملين دي كمان
من هنا من تحت من هنا برضو لون اخضر. ف مزودين السعر تقريبا الضعف يعني، بس مجرد اللون مفيش فرق في الخامة خالص. يعني انا مش عجباني خامتها قوي، بس انا كنت مضطرة لاني ما عنديش وما لقيتش هناك المعالق السيليكون للاسف، فلما الاقيها هجيبها اكيد. فجبت دي مؤقتا عشان حلل التيفال اللي عندي والجرانيت ما تبصش، فخلتني على دي دلوقتي مؤقتا بس لحد ما افكر اني اغيرها. وبس كده يا بنات، دي كانت نهاية الجزء الاول. استنوني فيديو جديد لمشتريات الجزء الثاني ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله.